ده الأعزاء دي المحاضرة رقم 4، هنتكلم هنا جاكوبيان أند جاوس سيدل ميثود، إيتريتيف ميثود فور سولفينج لينير سيستم. أول حاجة هنتعرف على جرامر رولز، هنتعرف على الإليمينيشن، الجرافيكال برزنتيشن، جاكوبي ميثود، جاوس سيدل ميثود، سكسيسيف أوفر ريلاكسيشن ميثود اللي هي إس أو. على سبيل المثال لو عندي المعادلتين دول، ده نظام معادلات 2 إكس 1 ناقص إكس 2 بيساوي 3، إكس 1 زائد إكس 2 بيساوي 3، هنعمل لهم ريارينجنج ان انا اجيب اكس 2 في الطرف الشمال واكس 1 في الطرف اليمين زي ما انتم شايفين. هحط اي فوق فاليوز لاكس 1 عشان اجيب اقدر اجيب اكس 2، يبقى 2 اكس 1 ناقص اكس 2 بيساوي 3، اكس 1 زائد اكس 2 بيساوي 3، دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه لما اتعوض عن اكس 1 ب1 يبقى 2 في 1 ناقص 1 بيساوي 3، يديني ناقص 1 وهكذا. جبت القيم ديت، هحط القيم دي على الرسم البياني فاقدر احسب ارسم المعادله بتاعتي. المعادلة الأولى واخدة الخط الأزرق والمعادلة الثانية واخدة الخط الأحمر، لما نرسمهم في نقطة التقاطع هنا اللي هي 2 و1، إكس 1 ب إكس 2 وواي ب 1. لو خلينا المعادلات بهذا الشكل، نسيب مثال تاني 2 إكس 1 ناقص إكس 2 بيساوي ناقص 1، 2 إكس 1 ناقص إكس 2 بيساوي 3، هعمل لهم ريارينجنج وإكس 2 بتساوي المعادلة الأولى 1 زائد 2 إكس 1، وإكس 2 في المعادلة الثانية بتساوي 2 إكس 1 ناقص 3. هحط قيم 1 2 3 4 اكس 1، هعوض دي في المعادله والمعادلتين عشان اجيب قيم اكس 2، هبتدي ارسمهم على الخطين المتوازيين، ولو الخطين المتوازيين يبقى لي وجهه حل السيستم. هناخد سيستم ثاني 2 اكس 1 ناقص اكس 2 بتساوي 3، 6 اكس 1 ناقص 3 اكس 2 بتساوي 9، هعمل لهم ترتيب اللي اجيب اكس 2 في الطرف الشمال وباقي المعادلات في الطرف اليمين، هعمل تعويض عن اكس 1 1 2 3 4 5 عشان اجيب اكس 1 اكس 2 المعادله الثانيه، ارسمهم الاقي الخطين متطابقين تماما فوق بعض، عندي عدد لا نهائي من الحلول infinite من solutions، عدد غير مقطع. عايز احل المسالتين المعادلتين دول جرافيكالي، 2 اكس 1 ناقص اكس 2 بيساوي 3، 2 1 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 بيساوي 3. خطوه رقم 1 احط اكس 1 بتساوي سالب 5 لحد موجب 5 بالترتيب، اقعد في المعادله الاولى والمعادله الثانيه عشان اجيب المعادلتين، هلاقي الخطين تقريبا متطابقين، ده بنسميها ال condition system، لان في اكثر من نقطه طاقه. الـ condition system it's called the condition system because small changes in the coefficient of the system leads to large changes in the solution. أي تغيير بسيط في القيم بتاعة المعاملات بيؤدي لتغييرات كبيرة في الحل. على سبيل المثال لو خدنا المعادلة الأولى اكس 1 زائد اكس 2 بتساوي 2، أنا هزود معامل اكس 1 هنا 1 ومعامل اكس 2 هنا 1، هزوده 1 من 100، يبقى قيمة المعادلة هتبقى 2 1 من 100. The solution أو the system can be as follows: x1 بيساوي 1، x2 بيساوي 1، تشيك هتلاقي إن المعادلة بقت 2.2 من 100، في تغييرات حصلت من 2.1 من 100، 2.2 من 100. لو حطيت x1 ب 10 وx2 بيساوي 8، هلاقي إن القيمة بتاعت الـ first equation طلع ب 2، الـ second equation طلع ب 1.93، يبقى الـ error هنا من 2.2.1 من 100 ل ناقص 2.1.93، هيديني ده قيمة الـ error اللي عندي أو بنسميها residence. الاير كونديشنز اعرفها ازاي؟ في حاجه اسمها نورم، النورم ديت بتاخد الفورم اللي حواليك عليه، لو ايه بتساوي كوفيشن في البوتنسيز دي مصفوفة المعامله بتاعتي ايا كانت، احسب الفا اي اللي هي اي اي 1 تربيع اي اي 2 تربيع اي اي 3 تربيع لحد اي اي ان التربيع بتاعت كذا التربيع، وبعدين اجيب الفا 1 اللي هي اي 1 1 تربيع اي 1 2 تربيع اي 1 3 تربيع لحد الاخر. نورم ايه هتبقى المحدد بتاع المصفوفه وقيمته على الفا 1 الفا 2 الفا 3 لحد الاخر. لما تبقى المحدد ده بتاع الماترسيز النورم بتاعه سمول كومبيرد ويز 1 زين ذا سيستم از الكونديشن، لو قارنته بالواحد على ايه صغير، الواحد الاولاني ده والواحد الثاني ده وبعدين الواحد ده واحد واحد من 100، يبقى المعاملات بتاعت المعادله الاولى تربيع مجموعهم بتاعت الجزم عنده المعادله الثانيه تربيع بتاعت، هجيب النورم يطلع الرقم ده، النورم دوت اصغر من واحد صحيح يبقى السيستم دوت الكونديشن. ازاي اطبق خطوات جاكوبي؟ يتم ترتيب المعادلات بحيث المعادله تعتبر اكبر معامل المتغير الاول هي المعادله رقم 1، ثم المعادله تعتبر اكبر معامل المتغير رقم 2، المعادله رقم 2 وهكذا. يتم اختيار اكبر معامل المتغير الاول من مجموعه المعادلات وايجاد قيمه هذا المتغير باستخدام باقي المتغيرات وهكذا بالنسبه لباقي المتغيرات. هبدا بالانيشال سوليوشنز، سمي اكس 1 اتريشن 1، اكس 2 اتريشن 0، اكس 2 اتريشن 0، اكس 3 اتريشن 0. خلي بالك ده ما بيتقلش اب باور لان انا عشان كده حاطينه بين اقواس، دي بنسميها انيشال فيلوز. يبقى الانيشال فيلوز هتبدا بزيرو، يتم ايجاد قيمه كل متغير باستخدام القيمه المبدئيه اللي هي الثلاث اصفار
على قيمة متغيرات الناتجة من المحاولة الأولى اللي هي اتريشن 1، والنتيجة المثلى بالرموز اكس 1 اتريشن 1، اكس 2 اتريشن 1، اكس 3 اتريشن 1. نعمل المحاولة الثانية ونجيب اكس 1 اتريشن 1، اكس 2 اتريشن 1، اكس 3 اتريشن 1، نقعد في المعادلة عشان نجيب اتريشن 2 وهكذا. يبقى يتم حساب نسبة الخطأ التقريبي المطلقة اللي احنا بنسميها ابسولوت ايرور، ذلك لكل متغير الـ xi، xi كي زائد 1 ناقص xi باور كي اتريشن كي على xi باور اتريشن كي ماينس 1%. كي هي رقم المحاولة، المحاولة الأولى، المحاولة الثانية، المحاولة الثالثة. هفترض إن أنا عندي السيستم دوت على ثلاث معادلات، الجاكوبيان ميثود بنسميها جي ام. اتريشن 1 هتبقى اكس 1 اتريشن 0، اكس 2 اتريشن 0، اكس 3 اتريشن 0، 0 0 0. اجيب استخدم المعادله الاولى اللي جابت قيمه اكس 1. المعادله الاولى هي لما احلها اكس 1 هتديني ان اكس 1 بتساوي 12 زائد اكس 2 ناقص 2 اكس 3 على 5. هستخدم المعادله الثانيه اللي جابت قيمه اكس 2 وقيمه اكس 2 اهي. المعادله الثالثه اللي جابت قيمه اكس 3. القيم المبدئيه اهي 3 اصفار. هجيب اكس 1 وحط عنها بالقيم بتاعت الاكس اللي عندي اللي هي 3 اصفار، هتطلع الاتريشن الاولانيه ب 2/12. وبعدين اكس 2 بال 3 اصفار يبقى اكس 2 اتريشن 1 بقت سالب 3/125، اكس 3 اتريشن 1 بقت 51. يبقى الاتريشن 0 كان عندي 3 اصفار، اتريشن 1 طلعت المتر ده. اعيد نفس الكلام تاني علشان احسب الابسوليوت رينت والابسوليوت ايرور لاكس 1 اللي هي 2/4 زيرو على 2/4 دي بالكميه، اكس 2 اللي هي سالب 325 زيرو على سالب 325 هيدي 100، اكس 3 هيدي 1.5 ناقص زيرو على 1.5 هيدي 100. يبقى اكس 2 هعمل تعويض تاني بس بالقيم الجديده القديمه بقى اللي هي بتاعت اتريشن 1. ادي اتريشن 1 هنا اكس 1، اتريشن اكس 2 هنا، واكس 3. جبت الثلاث قيم ديت هعمل لهم الاختبار تاني. يبقى انا بدات بزيرو، بعدين وصلت 2/4 سالب 325 1/5 1.5. بعدين دي وصلتني للاتريشن الثاني، واحد علامه 1.75 سالب 3 علامه 6.5 واحد علامه 6.813. احسب الايرور بتاعتها هيطلع 104 14 11. طبعا الايرور واضح انه بدا يقل بعد ما كان 100 100 100 بقى 104 14 11. هعمل الاتريشنز ديت لحد لما اوصل لنسبه الايرور بتاعتي اصفار زي ما انا شايف في الجدول ده. يبقى في المحاوله الثالثه، المحاوله الثالثه اهي 8 و 6 و 4، لكن كل المغيرات اتغيرت في المحاوله السادسه اللي هي بقت اصفار. وهنا دي بديل الحل بتاعي ان اكس 1 يساوي 1 و 4 1 العلامه 0 0 4، اكس 2 3 العلامه 0 0 3 بالسالب، اكس 3 1 العلامه 9 9 7 7. نسبه الايرور بتاعتي كانت اصفار. شوف بقى، نشوف جاوس سيدال ميثود.